النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: حرارة حول المعدل طيلة الأسبوع الحالي، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، واستمرار لليالي اللطيفة والرطبة خلال الأيام القادمة. نبدأ نشرتنا كالعادة بسوق الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم التي توضح خلو عموم منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام من الغيوم، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي تشكلت في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكرية ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. يلاحظ استقرار على درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، تنخفض درجات الحرارة ليلا ليسود طقس لطيف في المرتفعات الجبلية وأيضا في المناطق السهلية، يكون معتدل إلى دافئ نسبيا في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. تستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع بإذن الله. نعود العاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 21 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس صافي 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20. يوم الثلاثاء تنخفض قليلا تسجل 29 درجة مئوية والصغرى 20. الأربعاء تستقر على 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.